لمعرفة تفاصيل أكثر معنا على الهاتف من غزة الدكتور رامي فارس القيادي في حركة فتح. أحييك دكتور رامي. تحياتي لكم. أهلا بك. يعني نريد أن نطمئن على الأوضاع في قطاع غزة خاصة بعد حالة الذعر التي سادت بسبب عدوان قوات الاحتلال عليها. يعني أثناء حديثي معكم وإلى الآن تسمع أصوات ودوي الانفجارات المختلفة في مناطق مختلفة من قطاع غزة. يبدو أن حمى الصراع على الانتخابات الإسرائيلية يدفع الفلسطينيين دفعا إلى التصعيد والرد على جرائم الاحتلال المتصاعدة بحق شعبنا وأسرانا ومقدساتنا. هل كانت إسرائيل تتوقع أو تعتقد أن الفلسطينيين سيقفون موقف متفرج أمام كل هذا الصلف والتعنت الصهيوني؟ بالقطع لا. تداعت فصائل المقاومة للرد على الاعتداءات الصهيونية بحق شعبنا، واستغلت إسرائيل وحكومة نتنياهو المنصرفة هذا الرد في محاولة لاستثماره في موضوع الانتخابات الإسرائيلية. يعني هذا أعتقد. نعم تفضل. أعتقد أن إسرائيل هذه المرة يعني تعنتت وتنكرت للدور المصري الرامي إلى تطويق الأحداث، إلا أن الأخبار التي يعني تصلنا تباعا أن الجهود المصرية نجحت في تثبيت تهدئة ستسري من الساعة 11، لكن بين الفينة والأخرى نسمع بعض التجاوزات هنا وهناك. إجمالا يعني أعتقد أنه قدر الفلسطينيين دوما في كل انتخابات إسرائيلية وفي كل سباق انتخابات إسرائيلية أن يدفعوا فاتورة هذا السباق من دمهم. لكن يعني بالجهود المصرية بالتحديد استطاعت بحمد الله أن تطوق هذه الأحداث إن صحت الأخبار إلى الآن، والحديث يدور أن الوفد المصري سيحدد لحظة دخوله للقطاع بعد ساعات قليلة من الآن. نعم، يعني هل هناك برأيك هدف محدد لدى الاحتلال للتصعيد واختيار هذا التوقيت بالذات؟ يعني المنظومة الإسرائيلية الحاكمة في إسرائيل أمام مأزق. نعم. وهي حقيقة تحاول جاهدة حفظ ما وجهها أمام الشارع الإسرائيلي. بالأمس بعد أحداث سجن النقب الصحراوي، نعم، سجن والاعتداء على الأسرى، كان هناك ردا فلسطينيا. المزاج العام في إسرائيل يطالب الحكومة وخاصة اليمين المتطرف، يطالب نتنياهو المنصرف بالرد على 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 يعني اعتداءات الفلسطينيين حسب وصفهم، وبالتالي هذا ما يدفع الإسرائيليين إلى التصعيد. كل الموضوع له علاقة بالاستفادة من حالة الرد على الفلسطينيين في موضوع السباق نحو كرسي الانتخابات، هذا فقط. ثم إن نتنياهو في كل مرة الشارع الإسرائيلي يقول له أن المقاومة هي من تحدد متى سيبدأ الهدوء ومتى سيبدأ التهدئة، وبالتالي أصبح في مأزق وفي يعني محك حقيقي لا يحسد عليه. طلب أن يكون هذا الرد هذه المرة بهذه القسوة وبهذه الشراء. هذا حقيقي. طيب، لا تخشى إسرائيل من تزامن أو هناك غضب شعبي الآن أصلا وتنديد باعتراف دونالد ترامب أو بطلبه أن يعترف رسميا بسيادة لإسرائيل في الجولان، مع أصلا سابقا نقل للسفارة إلى القدس ومسيرات العودة ما زالت متواصلة، والآن اعتداءات متكررة وتزداد سوءا، عدوان صريح من إسرائيل؟ ألا تخشى إسرائيل غضب وفزع قوي في الأيام المقبلة بالرد على ذلك من قبل الجميع طبعا، يعني عربيا ودوليا حتى؟ يعني هذا قولا واحدا، الشعوب العربية والحكومات أيضا لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الانحياز الأمريكي الواضح والصارخ لإسرائيل، وبالتالي سيكون هناك ردات فعل على الصعيد الشعبي وعلى الصعيد الأممي والدولي باتجاه ثني الحكومة الأمريكية والإدارة الأمريكية عن توزيع الأراضي وتقديمها بالمجان لإسرائيل، وهي في ذلك تخالف كل الشرائع والنصوص والاتفاقيات التي نصت مثلا على أن الجولان مثلا أرض محتلة، وأن القدس الشرقية وأرض محتلة أيضا، وبالتالي إسرائيل تحاول الاستفادة من حالة التشظي العربي ومن حالة انشغال العرب بهمومهم ومشكلاتهم. نعم. في تمرير مخطط إسرائيل الكبرى التي ترمي وتنشد إسرائيل الوصول إليه. ما يونسنا وما
يشد أذرنا بصراحة وبدون مجاملة في هذا الجانب هو جهود الأشقاء المصريين الذين كانوا على الدوام يعني سدا منيعا أمام أطماع إسرائيل من خلال الحراك الدبلوماسي الذي تقوم به مصر الشقيقة. نعم. والتي ننظر إليها على أنها العمق عمقنا العربي والاستراتيجي في صراعنا مع هذا العدو. نتمنى السلام للشعب الفلسطيني ولغزة. أشكرك جزيل الشكر من غزة دكتور رامي فارس القيادي في حركة فتح.